السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب دائما وأبدا تكونوا بألف خير ودائما وأبدا بصحة جيدة. دكاترة المستقبل دفعة 196 طب بشري القصر العيني. أولا يا شباب مبارك ليكم النتيجة، ربنا سبحانه وتعالى يديم عليكم جميعا التوفيق والنجاح. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور محمد الشريف، محاضر مادة الفسيولوجي أو وظائف الأعضاء في سمارت فيجن ميديكال اكاديمي. وطبعا يا شباب اكيد هتسمعوا عننا من زمايلكم الاكبر سنا. سمارت فيجن يا دكاتره هي عباره عن اكاديميه او مؤسسه تعليميه موجودين من 2013، معنيين اكثر يا دكاتره بالاونلاين سيستم والاديوكيشن. باذن المولى عز وجل هنكون موجودين معاكم في بشر القصر العيني الدفعه الجديده دفعه 196، سواء فيزيكال بليسز في السنتر او اونلاين سيستم، طبعا زي ما هتشوفوا باذن المولى عز وجل مع بدايه الدراسه. حابب بس كده دكاتره نعمل زي هنت سريع او اعرفكم الكليه بتاعتكم بتتكلم عن ايه. في البدايه يا حبيب قلبي الغالي، انت داخل طب بشري القصر العيني، تمام؟ الكليه بتاعتك ماشيه بنظام المديولز. طيب نظام المديولز ده هو عبارة عن كل مديول بيحتوي على بعض المواد اللي موجودة تحتيه. مثلا هنبدأ بمديول، أول مديول عندنا في السنة سي مثلا مديول 101 أو 102، تمام؟ المديول بيحتوي على هذه المواد أو بعض من المواد دي. أول حاجة مادة اسمها الفسيولوجي اللي أنا هكون موجود معاكم فيها بإذن الله، والفسيولوجي تعني علم وظائف الأعضاء. هاجي أقول لك والله يا دكتور يا محترم أنت إزاي بتتنفس، القلب بتاعك دوت إزاي بينقبض، تمام؟ الجسم بتاعك دوت يا دكتور بيشتغل إزاي بشكل عام، تمام؟ يبقى الأعضاء بتاعتك كل عضو بيشتغل إزاي في تناسق وتناغم مع باقي السيستمز وباقي الأعضاء بتاعت جسمك. بعد كده عندك مادة اسمها الأناتومي أو علم التشريح. طبعا بما إنك راجل دكتور أو في المستقبل هتكون جراح، لازم تكون عارف يا دكتور جسمك ده العظم اللي موجود في جسمك كله عبارة عن إيه، عارف المسلز أو العضلات يا دكتور كل عضلة طالعة منين وبتمسك فين، تمام؟ هتاخد طبعا علم التشريح او الاناتومي بالتفصيل معانا في سمارت فيجن. بعد كده عندك البايو كيمستري. بايو كيمستري التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل في جسم حضرتك، تمام؟ والتفاعلات الكيميائيه دي مهمه جدا، ان هي يا ابني جسمك كانه مصنع كبير. المصنع دوت علشان يشتغل يلزمه فيتامينز، يلزمه انزيمات، علشان المواد تتفاعل مع بعض وتؤدي في الاخر الى ان جسمك يبدا ان هو يؤدي الوظيفه اللي ربنا خلقه علشانها، وده اللي انت هتفهمه في البايوكيمستري. بعد كده بقى يا دكتور عندنا ماده اسمها الهيستولوجي. هيستولوجي تعني يا دكتور علم الخليه. يعني ايه؟ انت اخذت في الاناتومي الجسم ككل بيتكون من ايه، هيجي في الهيستولوجي الدكتور يقول لك الخلية دي شكلها عامل ازاي، الخلية دي بتتكون من ايه. وطبعا كل خلية ربنا خلقها علشان تقوم بوظيفة معينة. انا في الفسيولوجي هقول لك يا دكتور مثلا الخلية العصبية بتوصل كهرباء في جسمك، دكتور الهيستولوجي يقول لك شكل الخلية عامل ازاي، وعلى هيئة يا دكتور الخلية او على شكل الخلية بتكون الوظيفة. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلق حاجة كده او تركيب في جسمك عبثا ولا هباء، ولكن يا صديقي العزيز التركيب هيدل لسيادتك على علم الفسيولوجي او علم وظائف الاعضاء، تمام؟ ده كده يا دكاترة سريعا بقول لكم بس اسماء المواد اللي داخلة معاكم، تمام؟ باذن المولى عز وجل هيكون في جروب خاص بالدفعة 196 قصر عيني، تمام؟ هينزل لينك هذا الجروب مع الفيديو القصير دوت، تمام؟ بعرفكم بس بنفسي وبسمارت فيجن. طب ليه الدكتور محمد شريف هو اللي ظهر من سمارت فيجن؟ لان انا التيم مانجر في سمارت فيجن ميديكال اكاديمي بالنسبه للقصر العيني، تمام؟ ان شاء المولى عز وجل ماده زي الاناتومي عندكم طبعا الدكتور محمود علاء، بايوكيمستري الدكتور محمود حفناوي، هيستولوجي الدكتور احمد بدوي، واخيرا فيسيولوجي او علم وظائف الاعضاء الدكتور محمد شريف هتسمعوا عننا باذن المولى عز وجل من زمايلكم الاكبر سنا. بعد ما اتكلمنا بقى يا دكاتره عن اربع مواد كبار واساسيه هناخدهم طول السنه، فيسيولوجي، اناتومي، بايوكيمستري، هيستولوجي، عندنا مديول في اخر سنه اولى. المديول دوت بيحتوي على مادتين مهمين جدا، ولكن لا تقلق انت هتاخد زي مقدمه عن المادتين دول. الماده الاولى اسمها باثولوجي وهي علم الامراض. هو المرض اللي بيحصل لجسمك دوت يا دكتور بيحصل ازاي، وايه الميكانيزم اللي المرض دوت بيؤثر بيه على جسمك،
تمام؟ هتدرس الأمراض بالتفصيل في الباثولوجي طبعاً مع الدكتور أحمد النمر. المادة اللي بعد كده يا دكتور أخذنا المرض، طب هنعالجه إزاي؟ إيه الدواء اللي إحنا هنستخدمه؟ فارماكولوجي أو علم الأدوية. طيب علم الأدوية دكتور بيشرح لك الأدوية المختلفة اللي موجودة، كل دواء بيعالج إيه، إزاي الدواء ده بيشتغل على جسمك، وإزاي جسمك بيعمل رد فعل استجابة لهذا الدواء. طبعا يا دكتور يا محترم الفارماكولوجي هتدرسوها بالتفصيل مع الدكتور محمد عبد الفتاح الشهير بدكتور تاح، أكيد كلكم طبعا تسمعوا عنه من أخواتكم الكبار، دواء مايسترو اليوسم لي أو المعدل الأمريكي على مستوى الوطن العربي كله، واللي بيشرفنا كسمارت فيجن ميديكال أكاديمي إن هو يكون من ضمن التيم بتاعنا. إلى هنا يا شباب هكتفي بهذا القدر البسيط، أتمنى تكون سنة سعيدة عليكم جميعا، وتشرفت بكم يا دكاترة، شكرا جزيلا لكم جميعا، ألقاكم قريبا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.